معايا واحد من اللي كانوا متواجدين في الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب أو الناشئين، هو النجم الكبير الكابتن مؤمن عبد الغفار. طبعا كان المدرب العام لمنتخب الناشئين اللي كان بيقوده الكابتن محمد وهبة. وخلينا يعني نقرب من المشهد أكتر، لأن هو تعامل مع السن والمرحلة السنية دي. ليه المكالمة دي مهمة، وليه الطرح ده اللي احنا بنتكلم فيه مهم جدا خلال الفترة اللي جاية؟ لأن منتخب الشباب، بدأت لك بأحمد فتحي من شوية، منتخب الشباب اللي كان مع حسن شحاتة، ومنتخب الناشئين اللي خد برونزية العالم 2001 مع شوقي غريب، اللي كان من ضمنهم وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، هم دول اللي خدوا الثلاث بطولات أمم إفريقيا 2006 و8 و10. كان بيمثل الجيل ده حوالي 70 أو 80% من المنتخب الأول اللي كان مع حسن شحاتة في الوقت طبعا حصد الثلاث بطولات. خلينا نروح للنجم الكبير الكابتن مؤمن عبد الغفار. كابتن مؤمن برحب بيك. السلام عليكم يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك. الله يخليك. ازيك يا كابتن؟ كابتن مؤمن، يعني في ما بين مؤيد، او في حاله جدل ما بين مؤيد ومعارض لمشاركه وائل رياض في بطوله شمال افريقيا الوديه، بعد طبعا تذبذب النتائج، تعادل ثم فوز ثم خساره برباعيه ثم تعادل مع المنتخب المغربي. مع ولا ضد ان كان وائل رياض يشارك بعد ما حضرتك شفت المنتخب وبعد ما حضرتك شفت البطوله؟ لا بص يا كابتن اسلام، طبعا انا مع طبعا كابتن وائل ان هو يشارك، رغم ان هو لسه متولي المسؤوليه، ما فيش فتره كبيره، فتره قليله جدا، بس الماتشات ديت مهمه جدا ان هو يحط ايده على بعض السلبيات اللي هي موجوده في الاختيارات. بيختار مثلا 22 25 لعيب، الماتشات دي ممكن تظهر له اكتر من 7 8 لعيبه او 10 لعيبه ممكن يبقوا خارج المنتخب الفتره الجايه، فكون ان هو يلعب بدري فده احتكاك برضه للعيبه اللي موجوده، ان هو يحط ايده على بعض الاماكن او اللعيبه اللي هو ممكن يصرف عنها نظر الفتره الجايه، فدي مهمه جدا للاختيارات. النهارده كنت ممكن اكسب البطوله واكسب الجزائر واكسب المغرب واكسب ليبيا واقول المنتخب 10 على 10 والمنتخب عامل نتائج كويسه وتبقى نتائج خادعه زي ما حصل قبل كده. يعني احنا كنا في البطوله العربيه 2006 وكان معانا جيل كويس جدا وهيبقى فيه لعيبه كتير منهم مع الكابتن وائل رياض، فهو الكابتن وائل لازم يستفاد الفتره اللي جايه ديت من التجارب اللي احنا عشناها الفتره اللي احنا قعدنا فيها سنتين. خدنا بطوله دوره شمال افريقيا دي في البدايه وكسبنا كل الفرق والناس كلها قالت المنتخب قوي والمنتخب والمنتخب والمنتخب، وقالوا شعر كتير جدا، ولما دخلنا في الماتشات الرسميه خسرنا من نفس الفرق هي يعني ليبيا وتونس جزائر مغرب، هم دول اللي احنا لعبناهم في البطوله العربيه، هم دول اللي لعبناهم في دوره تصفيات افريقيا وتصفيات كاس عالم، هم نفس الفرق، هم استفادوا من الماتشات وجابوا لعيبه محترفين وحافظوا منتخب مصر كويس جدا، فجينا في الحاجات الرسميه خرجنا. فاتمنى ان احنا في الماتشات الوديه اللي لعبها وائل يستفاد منها، وطبعا وائل مدرب كويس جدا ومدرب محترم وعنده كم من اللعيبه في 2005 و2006 في مصر، اتمنى ان هو يتعب شويه طبعا الفتره الجايه ويدور ويكتشف ويشوف هنا وهنا وهنا عشان يوصل لمرحله كويسه ان اللعيبه يقدر يختار 30 35 40 لعيب يبقى القوام الاساسي للمنتخب. دي حاجه مهمه طيب جدا. فانا طبعا كابتن مؤمن طيب كابتن مؤمن، يعني حضرتك بتقول لي ان في من الجيل اللي كان معاكم هيكون مع وائل رياض او ممكن يكونوا مع وائل رياض في المرحله المرحله اللي جايه، كم لاعب من وجهه نظرك يصلح ان هو يستمر ويتم اختيارهم في منتخب الشباب في الفتره اللي جايه؟ بالنسبه للمنتخب 2006 بالنسبه للمنتخب 2006 في اكتر من لا يقل عن 10 او 11 12 لعيب كويس جدا جدا، انا مش عايز انسى بس اسم حد فيهم، يعني البعض اللي انت فاكره، لكن البعض في عبد المنعم تامر طبعا حارس المرمى، حارس مرمى مميز جدا في خط الظهر. ده فين ده فين يا كابتن؟ يعني عبد المنعم تامر، عبد المنعم تامر بيلعب في زد حارس مرمى. في علي جمال نوفل في الزمالك باك رايت، في احمد عبدين مساك في النادي الاهلي، في ابراهيم عادل في النادي الاهلي، في محمد عبد الناصر لعيب كويس جدا جدا في المقاولين العرب، في طبعا عمر سيد معوض ربنا يشفيه
ويتم الشفاء على خير يا رب. طبعا اصابته بالمرات الصليبي عمر لاعب من مميز اللعيبه جدا. الكبار جدا طبعا جدا، كان يعني لولا طبعا الاصابه كان موجود برضو مع كابتن وائل رياض، وفي زي ما قلت محمد عبد الناصر وفي عمر خضر. كان عنده عرض احتراف عمر سيد معوض لعيب كابتن كويس مو. جدا جدا، وهيبقى مكسب اعتقد كان للمنتخب في الاولمبي. اتلتيكو مدريد كمان بالظبط بالظبط، فهو لعيب كبير ولعيب كويس كان هيستفاد منه وائل رياض، لكن ريال الاصابه طبعا في ريال بيتيس يا كابتن ريال بيتيس لعيب وفرصه ان هو يحترف بدري. عمر خضر دلوقتي ما شاء الله من لعيبه كويسه جدا ورايح استون فيلا في يناير. لا في عدد كويس جدا، محمد عبد الحميد، محمد عبد المنعم، حميدو الباك ليفت، لا في عدد، في مروان محمود، في محمد السيد من الزمالك، مروان من زد ديفندر، لا في لعيبه كتيره كانت معانا في المنتخب ويقدر الكابتن وائل رياض الفتره الجايه يستفاد بيهم، مع اللعيبه كمان اللي هي في 2005 اللي موجودين على مستوى الانديه بقى كمان في كل الاعمار بقى السنيه، الاتحاد والمحله والمصري والانديه اللي في الصعيد، يقدر الكابتن وائل الفتره الجايه يعمل منتخب ويقدر يكون منتخب قوي جدا جدا جدا، اكتر من 30 40 لعيب كمان يبقى قوام اساسي.